بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا شباب احنا وصلنا في كلامنا عن Retrieving الداتا او استرجاع البيانات للجزء الخاص بالاوردر باي كلوز. الاوردر باي كلوز يا شباب دي الاضافه اللي بضيفها على السيلكت ستيتمنت عشان اقدر ارتب النواتج اللي راجعه من تنفيذ جمله السيلكت. يبقى انا لو نفذت سيلكت ستيتمنت ورجعت لي بيانات من الجداول وانا عاوز اعيد ترتيب البيانات دي، عايز ترتيبها يعني ايه؟ عاوز مثلا ارتب الموظفين حسب الاقسام، فاقول مثلا الناس اللي شغاله في قسم رقم واحد ثم اللي شغالين في قسم رقم اتنين ثم اللي شغالين في قسم رقم ثلاثة. عاوز ارتب الموظفين بناء على الرواتب، فاقول مثلا خلي الناس اللي رواتبها الاعلى الاول ثم الاقل ثم الاقل ثم الاقل. عاوز ارتبهم بشكل تنازلي يعني من الاعلى للاسفل او من الاسفل للاعلى، يبقى تصاعدي. يبقى اي شكل من اشكال الترتيب انا عاوز اطبقه على النواتج اللي راجعه من السيلكت ستيتمنت هستخدم في الموضوع ده ايه؟ الاوردر باي كلوز. طيب بستخدمها ازاي؟ ادي السنتكس الرئيسي بتاعها. انا بقول سيلكت الكولومز زي ما انت عارف الاعمده اللي انت عاوز تظهرها، فروم اسم الجدول او الجداول اللي عاوز تستخدمها، وبعدين وير ثم تحط الشروط بتاعتك، وبعدين تحدد الترتيب. فالترتيب ده بنحدده ازاي؟ بالاوردر باي. ادي الكلوز اهي اللي هنستخدمها الاوردر باي، وبعدين بكتب اسم العمود اللي عاوز ارتب البيانات على اساسه، وهنا شكل الترتيب هل كان تصاعدي ولا تنازلي. لو تصاعدي بكتب اي اس سي، لو تنازلي بكتب دي اي اس سي. الاي اس سي اللي هي معناها ascending order او الترتيب التصاعدي، وده الديفولت يا شباب. يعني انا لو ما كتبتش حاجه هنا الديفولت بتاعي هو الاسندنج، والدي اس سي دي اختصار للديسندنج اوردر او الترتيب التنازلي اللي هو من الاكبر للايه؟ للاصغر. طيب تعال نشوف كده امثله تتضح بيها الفكره بتاعتنا. هنا مثلا انا عاوز اظهر الامبلوي نمبر، فقلت سيلكت الامبلوي نمبر والاي نيم واسم الموظف، يبقى ده رقم الموظف واسم الموظف. فروم الجدول اللي اسمه امبلوي، يبقى من الجدول اللي اسمه امبلوي. لحد هنا ادي السيلكت ستيتمنت اللي هترجع البيانات. طيب البيانات دي انا عاوز ارتبها، فرحت مزود اوردر باي وقلت انا عاوز ارتبها بناء على ايه؟ عاوز ارتبها بناء على الاسماء، فقلت يبقى اوردر باي الاي نيم. طب شكل الترتيب ايه؟ عاوزه ترتيب تنازلي، فكتبت descending. يبقى كده اما يجي يعرض البيانات دي هيشوف اسماء الناس وهيعرضها لي ترتيب ابجدي من الاكبر للاصغر. يعني هيبدأ مثلا لو هم مكتوبين بالانجليزي هيبدأ من الزد ثم الواي ثم مثلا السي ثم البي لحد الاي. خلاص واضح؟ طيب شوف المثال التاني ده اللي استخدمنا معاه الوير. ما احنا اتفقنا الوير مش هتتعارض ابدا مع الاوردر، لان الاوردر باي دي بتيجي بعد ما جمله السيلكت خلصت، فمن ضمن جمله السيلكت الوير عشان احط فيها الكونديشن. فمثلا هنا قال سيلكت الامبلوي نمبر والاي نيم، نفس الكلام فروم الام بالجدول بتاع الام او الامبلوي، وير الديبارت نمبر بيساوي 20، يعني هات لي الناس اللي شغاله في القسم رقم 20. بعد ما يتم استرجاع البيانات هيتم ترتيبها على اساس الايه؟ الاي نيم. وكتب هنا ascending يعني ايه بقى؟ ascending يعني تصاعدي، يعني هجيب من حرف الاي نزولا لحرف الايه؟ الاكس. خلاص واضح يا شباب؟ طيب شوف المثال التالي ده. طيب هل يمكن ارتب البيانات باستخدام اكثر من كولوم؟ يعني ينفع؟ انت هنا الامثله اللي فاتت استخدمنا كولوم واحد فقط في الترتيب، سواء استخدمنا هنا الاي نيم. طب ينفع استخدم اكثر من عمود في الترتيب؟ اه ينفع. يعني مثلا شوف المثال ده، سيلكت الديبارت نمبر يعني رقم القسم، والامبلوي نمبر يعني رقم الموظف، والسالري او سال اللي هو الراتب بتاعه، فروم الجدول اللي اسمه ام، اوردر باي الديبارت نمبر، وبعدين السالري. انت عارف كده معناها ايه؟ معناها الأول البيانات لما تظهر هنرتب البيانات كلها الأول باستخدام الديبارت نمبر. طيب هو هنا في الديبارت نمبر قال لك خلي الترتيب ascending، يعني إيه بقى؟ تصاعدي، يعني هنجيب الناس اللي في القسم رقم واحد الأول
ثم اللي في قسم رقم 2 ثم في القسم رقم 3 ثم في لحد 10 او 20 او 1000 زي ما يكون. بعد ما رتبناهم بناء على رقم القسم هنرتبهم بناء على الراتب. خلي بالك، يبقى بقى معناها ايه؟ جوه القسم رقم 1 هنشوف الناس رواتبها ازاي، فهنرتبهم حسب الراتب تنازلي. يبقى هجيب الناس اللي رواتبها الاعلى الاول ثم الاقل فالاقل فالاقل. خلاص واضحه؟ يبقى انت ممكن استخدام اكثر من عمود في عمليه الايه؟ الترتيب، وكمان بتحدد شكل الترتيب اللي انت عاوزه لكل عمود. ماشي يا شباب؟ طيب تعال نجرب الكلام ده. انا على الاول عاوز اعرض لك البيانات عشان تاخد بالك معايا. انا هعمل عرض للبيانات اللي هي في الجدول بتاع امب اللي احنا شغالين عليه الامثله دلوقتي. ادي الجدول بتاع الامب. طيب انا دلوقتي عاوز انفذ الجمله اللي احنا شفناها في المثال، فانا هقول سيلكت الامب نمبر اللي هو رقم الموظف، والاي نيم اللي هو اسم الموظف، فروم الجدول اسمه ايه؟ امب. طيب وبعدين الناتج اللي هيطلع من الجملة السيلكت ده انا عاوز اعمل له ترتيب عن طريق الاسم، فقلت اوردر باي الاي نيم، وعاوز الترتيب ده يكون تنازلي، يبقى دي السندنج. شوف عمل ايه؟ لو تاخد بالك ادي الاسماء اهي، ادي الاي نيم صح؟ بص بادئ من حرف الايه؟ ها الدبليو ثم التي ثم الاس ثم كذا، لو تاخد بالك الاخر انتهى بالسي، يبقى ده ادي ترتيب ايه بقى؟ تنازلي صح؟ طيب تعال نجرب لو استخدمنا معاها الوير. هقول سيلكت الامبلوي نمبر والاي نيم فروم الجدول اللي اسمه امبلوي. عندي شرط، فاحط الشرط ان الديبارت نمبر بيساوي مثلا 20، وبعدين الناتج من جملة السيلكت ده هرتبه، فقلت اوردر باي الاي نيم، وعاوزه في المرة دي بقى يبقى تصاعدي ascending. طب لو انا ما كتبتش ascending، هو احنا اتفقنا باي ديفولت هتبقى ايه؟ ascending صح؟ شوف هنا جاب لك الناس اللي شغاله فقط في القسم رقم 20، وكمان رتبهم حسب الاسم تصاعدي، فجاب الاي الاول ثم الاف ثم الجي وهكذا. طيب هنا اتفقنا ان يمكن ارتب باستخدام تو كولومز، تعال نجرب. فانا قلت سيلكت الديبارت نمبر والاي نمبر والاي نيم، الكلام ده من الجدول اللي اسمه ايه؟ ام. تمام. وبعدين قلت اوردر باي عشان ارتب، اخترت هنا ان انا ارتب الاول عن طريق الديبارت نمبر ترتيب تصاعدي، ثم جوه كل قسم عاوز ارتب الموظفين عن طريق الاي نيم تنازلي. خلاص واضح؟ يبقى الجمله دي هتعمل ايه؟ بعد ما جمله السيلكت دي تتنفذ وترجع بيانات، هيتم ترتيب البيانات اللي هترجع اولا باستخدام الديبارت نمبر تصاعدي. يبقى هجيب ايه يا جماعه؟ قسم رقم 1 الاول، بعدين قسم رقم 2، بعدين قسم رقم 3. ثم بعد ما ارتب البيانات بناء على الديبارت نمبر هقوم بترتيب البيانات داخل كل قسم باستخدام الايه؟ الاي نيم. شوف اهو، بص جاب لك رقم 10 الاول كله ثم 20 ثم 30. ليه؟ لان احنا قايلين رتب بالديبارت نمبر تصاعدي. طيب جوه رقم 10 لو تاخد بالك شوف اسماء الناس مترتبة ازاي. اسماء الناس مترتبة تنازلي، بدأ بالام وبعدين تحتيها الكي وبعدين السي. مثلا جوه رقم قسم 20 جاب لك الاول
الاس، تحتيها الجي، تحتيها الاف، وهكذا. يبقى رتبهم كمان ايه؟ تنازل. طيب تعال نشوف مثال تاني على نفس الموضوع بس بالارقام، يمكن يبقى اسهل شوية. اهو select depart number والامب نيم والسال اللي هو الراتب from الجدول اسمه M، وبعدين الناتج من الجملة دي عاوز ارتبه order by الديبارت نمبر الاول، عاوز اخليه ترتيب تصاعدي فكتبت ascending، ثم رتبهم لي عن طريق الراتب ترتيب تنازلي. يعني ايه؟ يعني هات لي قيمة الراتب الاعلى الاول. شايف؟ بص هنا ادي الديبارت نمبر 10 10 10، وبعدين 20 30، مش عارف ايه كده. الترتيب ايه؟ تصاعدي بالنسبة للأقسام. جينا جوه بقى كل قسم 10 اهو، ادي الرواتب اللي جواه. شايف؟ جاب الراتب الأعلى الأول، لأن احنا قلنا عن طريق الرواتب رتبهم ترتيب ايه؟ ها؟ ترتيب تنازلي. فجاب الرقم الأول الكبير، ثم الأقل منه، ثم الأقل خالص. ماشي؟ يبقى دي استخدام الاوردر باي في ترتيب النواتج اللي راجعه لك من جملة السيلكت ستيتمنت.